السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا متابعي الأعزاء. إن شاء الله بإذن الله تعالى راح أنزل لكم مقطع عن الكيا كدينزا بعد ما مشى قريب 200,000، وراح أعطيكم انطباعي بشكل كامل عن السيارة، وراح أتكلم عن أسعار القطع الاستهلاكية بشكل عام، أرقامها مع مميزات وعيوب السيارة، وراح أعمل لكم مقطع جدا جميل تقريبا لا يتجاوز إن شاء الله 10 إلى 12 دقيقة بإذن الله، وراح يكون مقطع مختصر لقناتي يا شباب. ترقبوا هذا الفيديو إن شاء الله. محبكم وأخوكم عمرو الغاندي.